السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرتي الواحدة والبداية مع العناوين. وزير الصحة يغرب عن ارتياح لمجهودات البعثة الطبية الموفدة إلى نواكشوط للتكفل بمرضى كورونا، ويؤكد استعداد الجزائر لتقديم الدعم اللازم لموريتانيا في المجال الصحي. ردود فعل متباينة للمواطنين إذا تقبل لقاح فيروس كورونا، ما يستدعي تكثيف الحملات التحسيسية حول أهمية التلقيح. تنمويا قرى ومداشر أي تل العزيز بالبويرة تستفيد من مشاريع قاعدية وربط أزيادة من 400 مسكن بالغاز الطبيعي. إعادة تهيئة الأحواض الرومانية بحمام الصالحين ومرافق فندقية به خدمات نوعية تدعيما للسياحة الحموية بخنشلة. أهلا بكم من جديد. بداية، استقبل صباح اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الصحة المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح، استقبل البعثة الطبية الموفدة إلى موريتانيا لتقديم خدمات للمصابين بفيروس كورونا بهذا البلد الشقيق. وعبر بن بوزيد بالمناسبة عن ارتياحه للمجهودات التي بذلها هذا الفريق الشاب المتخصص من أجل مساندة زملائهم الموريتانيين في التكفل بالمرضى. وليد قادري والمزيد من التفاصيل. بعيدا عن كل المصالح، تدور رحى علاقات التعاون والصداقة بين الجزائر والشقيقة موريتانيا بعنوان الأخوة والتآزر لا غير. وضمنها كان وفد طبي متكون من 20 فردا قد قدم يد المساعدة للأطقم الطبية الموريتانية في مكافحة وباء كورونا، مهمة دامت لأسبوعين ولم تنتهي قبل أن تفتح آفاقا أخرى للتعاون. وهذه البعثة اللي كانت قامت بدور مهم في التكفل بهؤلاء المرضى، أولا بولوجهم تماما في النظام الصحي الموريتاني ودخولهم مع أخوتهم الموريتانيين في العمل، والعمل بجدية وبتفاني وبجودة، وهذا معترف به الحمد لله. وكانوا على مستوى 4 مستشفيات في نواكشوط، وكانوا خاصة يتكفلوا بالحالات الخطيرة من كوفيد، والحمد لله بقدرة الله تبارك وتعالى كان ذاك عنده الأثر البين في النتائج اللي الحمد لله هي انجبرت. خلال هذا العمل حبينا نخلو أثر في الدولة هذه، دونك قمنا زيادة على العمل في مختلف المصالح الاستشفائية. قابت الفرق الطبية تاعنا بالتكوين والتأطير يعني في مجال الطبي وفي مجال الصيانة. هناك كفاءات عالية هنا في موريتانيا، وكان هناك ليس فقط تأطير وإنما تبادل خبرات، يعني هم عندهم طب وإحنا عندنا طب، وكان نيشانج يعني كان تبادل ثري. التعاون بين البلدين في المجال الصحي سيتوسع لمجالات عديدة بناء على أرضية تعاون وضعت معالمها أمس في لقاءات بين النظراء من كبار المسؤولين في مجالات التكوين الطبي والصيدلة والصحة العمومية. وتطرقنا للمجالات عديدة، أولا التعاون ما بين البلدين في مجال التكوين، خاصة على مستوى دعم مدارس الصحة العمومية في موريتانيا، واستفادة الطلاب في هذه المدارس من التكوينات في الجزائر باستخدام التعليم عن بعد، وأيضا تكوين دائم لبعض من الأساتذة الفنيين لدعم هذه المدارس، دعم الطاقم التدريسي في هذه المدارس. لو دوزيام بوين كون افي ابوردي لابروفيزيونمون، هي تزويد السوق الموريتاني بالمواد الصيدلانيه
والشيء اللي حنا اللي يساعدنا في الجزائر اولا ويحفزنا لهذه المعاونات انه الجزائر عندها امكانيه كبيره في تصنيع الادويه، وهذا المجال هذا حيشجع المنتجين الجزائريين باش يصدروا الادويه تاعهم. اولا تسهيل الطريقه لخاطرش كان عندهم عراقيل كبيره، وثانيا باش يكون الحضور تاعهم كثيف في الدوله الموريتانيه. اتفقنا على الجانب الجزائري سيقوم بتكوين أطر المعهد الوطني للبحوث مجال الصحة المنوية وأطر في وزارة الصحة على الدراسة الوبائية والتبادل في تجربة في رقابة الأوبئة والتصدي لها. الوفد الطبي الذي قدم خدمة الأخ لأخيه إلى جانب مسؤولين من قطاع الصحة ولدى وصولهم إلى مطار هواري بومدين كان في استقبالهم وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي أثنى على المجهودات المبذولة والتي زادت من صلابة العلاقات الأخوية بين البلدين. لا خلينا الوفد نتاعنا بتكون من أكثر من 20 شخص يتعاملوا كل يوم، عندنا الصور وفيديوهات وكان عندنا مكالمة مع شقيقنا السفير بالطبع سفير والوزير الموريتاني. فرحان جدا لأن كاين شيء كبير يربط بيناتنا، نتاوعنا فرحانين وهما فرحانين وتلاقاو وتعاملوا وتعاونوا، نتاوعنا تعلموا أشياء منهم وهما تعلموا أشياء منا، ومن بعد الطائرة اللي تروح تعاود تجيبهم درنا معهم. هذا من طلب الوزير الموريتاني مدراء مركزيين من الوزارة في اختصاصات مطلوبة من طرف الجانب الموريتاني، واليوم داروا لائحة ونتاع اتفاقيات ونتاع كونفنسيون مشاريع اتفاقية وجابوها معاهم. درك تبقى ندرسوها معاهم وفي المستقبل ننطلقوا في تعاون وثنائي. التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا في مجال الصحة ما هي إلا بادرة لصورة متجددة لعلاقات أكثر عمقا بين بلدين شقيقين في كل المجالات. وبخصوص عملية التلقيح واللقاح ضد فيروس كورونا، انشغالات عديدة وتساؤلات يطرحها المواطن ينقل لنا هشام سعدودي جانبا منها. اهتمام كبير بعملية اللقاح، اهتمام يصاحبه فضول، توجس، أسئلة، آراء وحتى مواقف. احنا متبشرين بالخير على هذا الفاكسان هذايا. ما عندي حتى ثقة في الفاكسان صراحة، انا ما نديرهاش، ما عندي حتى ايدي عليها، رانا ما نعرفوش وشي هو هذا الفاكسان، ما هدرتوناش عليه، ما فهمتوناش بالمليح. ومنين يجيبوها؟ واش مفاكسين حيجيبوا تاع الروس تاع الانجليز امريكا؟ ما سمحتونا عليها والو. هل هذو المرضى اللي عندهم لي مالادي كرونيك بوف اكسبتي سو فاكسان والا لا؟ هذه الكميه اللي حيجيبوها غير كافيه. تلك الانشغالات يرد عليها احد المختصين. لقاح مجاني وماشي اوبليغاتوار، يعني ماشي إجباري، ولقاح ناجع لقاح روسي سبوتنيك، وراح يجي يعني لقاح صيني، ويجي من بعد لقاح بريطاني. أعراض بالك واحد يحس برك شوية سخانة ولا إنكرامب ولا حاجة في الذراع ولا، ولكن هي أعراض كيما كل اللقاحات الأخرى. وتخوف يعني، ولات الناس سبحان الله تخاف من اللقاح أكثر من تخاف من الفيروس. اللقاح سيكون متاحا في المؤسسات الاستشفائية وسيصل إلى كل نقاط الوطن حتى مناطق الظل منها. صفة عامة تكون في المؤسسات الاستشفائية وفي المراكز الطبية الجوارية، حتى في الولايات المنعزلة والولايات اللي موجودة في الظل. كاين الجيش الوطني الشعبي هو اللي يعرف هذه الأمور. العملية سيشرع فيها قبل نهاية الشهر الجاري حسب ما أعلنته الوزارة الوصية.
ودائما مع الانشغالات الصحية، حيث تعرف المؤسسة الاستشفائية ابن سينا بأضرار ضغطا كبيرا مما صعب من عملية الطواقم الطبية التي تنتظر الانتقال إلى المستشفى الجديد المجهز بأحدث الوسائل والعتاد الطبي بما يضمن خدمات صحية أفضل لسكان الولاية. فاطمة الزهراء بن فرج الله. ضغط كبير تعرفه المؤسسة الاستشفائية ابن سينا بولاية أضرار، لا سيما قسم العمليات الجراحية. هذا عام تقريبا اللي راه كان باغي يديرو، هذا وين كتب ربي. انا رايحين نديروا عمليه على المراره هذه اللي نحوها لها بالسيديو. كل اجراءات تاع كوت الكوفيد راهم حكمناهم. تدهور حالة هذا المستشفى كثيرا ما صعب من عمل الطواقم الطبية، ضف إلى ذلك نقص الإمكانات والعتاد الطبي. نورمال منفتحوا باش يزيدوا يوسعوا علينا، كاين سبيطارات بزاف بصح الضغط على ابن سينا. حنا يخصونا إمكانيات البشرية بزاف، ونطلبوا يعني من السلطات المعنية الانتقال فوري إلى المستشفى الجديد 240 سرير. علاش 240 سرير؟ راح يوفر علينا بزاف حوايج. اولا يجمع دوك لو ميديكالي لو شيروجيكال دون اون سول ستركتور. قاعه العمليات هي ضيقه على اساس انها يعني هناك اطباء الجراحين العامين 4-5. على هذا الاساس ما تكفيش يعني باش لو تور تاع لي سبيسياليست باش يديروا العمليات الجراحيه الكافيه على 60 عمليه جراحيه تجرى في مستشفى ابن سينا اسبوعيا. من جهه اخرى يبقى الاسراع في استغلال المنشآت الصحيه الجديده مطلوبا للحد من معاناه المرضى بولايه اضرار. ومن أجل التكفل بالانشغالات الصحية لسكان مناطق الظل بولاية ورقلة، نظمت جمعية أحباب المريض قافلة تضامنية إلى منطقة فران لإجراء فحوصات وتحاليل مجانية، وهذا بالتعاون مع طقم طبية متخصصة. محمد شوقي بونيفة. في لفتة تضامنية ومساهمة منها في التكفل بالانشغالات الصحية لمناطق الظل بقرية فران بولاية ورقلة، قافلة طبية نظمتها جمعية أحباب المريض لمعاينة وعلاج سكان هذه المناطق النائية والبعيدة. هذه مبادرة مليحة ياسر، وإحنا هنا جبنا أولادنا مرضى وإن شاء الله نتأملوا خير من الطب نتاعنا. نعطيك جابونا طب زينين وجاونا إن شاء الله ونشفوا عليهم إن شاء الله. الحمد لله نشكرهم. نديروا زيارات لهذه المناطق النائيه وندوا معنا بعض الاطباء مختصين، جينا في قافله طبيه من اجل ان شاء الله حصر عدد كبير جدا من المرضى اللي ما يقدروش يتنقلونا لمدينه ورقلة. طب العظام، الطب الداخلي، طب الاطفال وغيرها من الاختصاصات شاركوا في هذه القافله لفحص المرضى خاصه كبار السن والمصابين بالامراض المزمنه واعطائهم النصائح لتفادي بعض المشاكل الصحيه. لبينا النداء باش نجوا للمناطق النائيه هذا ونحاولوا اننا نتقربوا من المرضى ونتكفلوا بالمرضى اللي ما يقدروش يجوا المستشفيات الكبرى وما يقدروش يتنقلوا الاطباء الخواص. نزلنا نزور المناطق النائيه بعيده على ورقلة، الناس اللي ما يقدروش يتحركوا، ثاني نقوموا بالفحص والفحوصات وعود نعطوا وعود العمل الجراحيه، نمدوا بعض الادويه والنصائح. اليوم رانا نديروا في فحوصات مع الحكيم في التخصص نتاع الضغط الدموي، واكيد نشوفوا حوايج اخرين باسكو مش راح يكون الضغط الدموي وحده، راح نشوفوا السكري، راح نشوفوا الغده، راح نشوفوا الامراض الاخرى. لتبقى هذه القوافل الطبيه تجوب مختلف مناطق الظل بولايه ورقلة لفحص وعلاج جميع سكان هذه المناطق. في التنمية المحلية، استفاد عدد من قرى ومداشر بولاية البويرة من مشاريع تنموية عدة على غرار تزويد 420 عائلة ببلدية أيت العزيز بالغاز الطبيعي. يقول خالد تواتي. بربط قريتي إبوراس وإعلواش بأعالي بلدية أيت العزيز بولاية البويرة بشبكة الغاز الطبيعي، تكون هذه البلدية قد حققت نسبة تغطية كاملة بهذه المادة الحيوية التي كانت مطلبا ملحا لسكانها. نشوف لنا مع القراي ما كاش ساعة نلقى ساعة ما كاش ونخر البرد الحمد لله اليوم كي لحق. الحمد لله درك خدمونا الغاز هي النعمة. زيك العروان ميزيريا هالصنير قشوطان دخان مثلا الحمد لله تقول معجزة
جات في الشتاء الثلج والاخر وبكري ما عندناش والو القرع تاع الغاز وجري والاخر هذه والله الحمد لله. ربط قرى بلدية أيت العزيز بالغاز الطبيعي رافقه عدة مشاريع تنموية على غرار التهيئة الخارجية. كامل القرى اللي حوالي 35 قرى مستفاد بالغاز الطبيعي تعطيه 100%. بالنسبة للمياه جايبين مشروع كبير نتاع مشروع قطاعي له جاي من السد طرقاتنا نجزنا جزء كبير منها قات غير الربط نتاع بعض المشاتي والآخرين. هي مشاريع تنموية تساهم في تحسين حياة المواطن بهذه المناطق النائية. تعرف أشغاله مشروع تهيئة وتطهير وادي الحرش بالعاصمة والممتد على مسافة 18 كيلومترا تعرف تقدما ملحوظا بعد توقفها في عدد من النقاط. المزيد في هذا الروبورتاج لناصر كحلي. يمتد مشروع تهيئة وادي الحراش على طول 18 كيلومتر، 17 كيلومتر منه تمت تهيئتها في انتظار استكمال ما تبقى من المشروع. لما يتم إنهاء تهيئة هذا المقطع ل 1.2 كيلومتر نظرا لتواجد أنابيب نقل البترول والغاز المارة بوسط الوادي. غابة منبع المياه مساحة من العشب الطبيعي على ضفة الواد مزودة بمرافق للتسلية أعطت صورة جديدة للمنطقة. التهيئة الجمالية في هذه المنطقة تتربع على 12 هكتار فيها 3 ملاعب كرة اليد 4 ملاعب كرة السلة وملعب كرة قدم بمواصفات الفيفا وكذلك مسرح على الهواء الطلق ومساحات للعب الأطفال. حملة تشجير غرسونا سجر دارنا حاجة شابة هنا نهضروا حفاسي ما يخسروا إن شاء الله دراري صغار يحافظوا يعسوا عليهم إن شاء الله يكبروا ديرونا ظلوا يطلقونا أكسجين. الواد الحراش 100% فيه عدة فوائد سياحية رياضية ترفيهية تجارية. تهيئة وادي الحراش مشروع ضخم واستراتيجي للجزائر العاصمة. في شأن مغاير ورغم الحملات التحسيسية التي يقوم بها بريد الجزائر قصد تشجيع التجار والمتعاملين الاقتصاديين على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني إلا أن الإقبال على هذه التكنولوجيا يبقى محتشما وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى تغيير الاستراتيجية المنتهجة. يقول عبد الرزاق رمضان. الاستراتيجية الجديدة ترمي إلى اعتماد المؤسسات المصغرة كشريك مهم في مسار التعميم والترويج لوسائل الدفع الإلكتروني بكل أنواعها. نشاط هذه المؤسسات سيكون تحت تسمية المتعامل النقدي المعتمد. رؤية شرع في تجسيدها بريد الجزائر عبر 3 مراحل: الانتقاء، التكوين، ثم الاعتماد. أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الشركات أن تكون شركة ناشئة أو مصغرة طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية، أن تكون شركة ناشطة في أحدى المجالات الإعلام الآلي، الاتصالات، التسويق الإلكترونيك أو المجالات المشابهة، أن يكون للمسير شهادة جامعية أو يكون وأن يكون فريق تقني مكون من أعونين على الأقل ولهم شهادة جامعية في نفس المجالات. الترويج والتحسيس بأهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة لأكثر من 3 ملايين متعامل بين تجار وأصحاب مهن حرة ومؤسسات اقتصادية عمل يستدعي إشراك مؤسسات ستستفيد هي الأخرى من العملية. بمفهوم ربح ربح وين وين نربح ويربحوا معي الشباب هذو نخلق مناصب شغل نخلق فرص عمل في 48 ولاية. تقوم مؤسسة بيت الجزائر باستلام طلبات من طرف مؤسسة مصغرة ويتم ترويجها إن شاء الله مع وزارة المنتدبة المؤسسة الناشئة وأيضا مؤسسة المصغرة نعطلهم نكونوهم نأهلوهم ويكون يعني عمل معهم عمل ميداني باش هما يجيبوا لنا عدد أكبر من المتعاملين الاقتصاديين والتجار. خطوة تهدف إلى تحقيق ثلاثية تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، التقليل من التعامل بالأوراق النقدية وكذا دعم المؤسسات الناشئة.
وفي موضوع آخر، تواصل المدرسة الفندقية بولاية وهران برنامجها التكويني للمتربصين رغم الظرف الصحي، وهذا باستعمال تقنية التعليم عن بعد. سفيان مقنينة. المطبخ المرتب والنظيف هو الذي يصنع تميز الفندق، والطاهي الذي يتلقى تكوينا مناسبا هو الذي يصنع نجاح الخدمة السياحية. في المدرسة الفندقية لوهران التابعة للمدرسة العليا للفندقة والإطعام الجزائر، تتواصل الدروس والتكوينات ولو عن بعد نظرا للظرف الوبائي. اليوم طرقنا لندوة سمعية بصرية للتعرف على المطبخ الكولومبي وفنونه. العادة ولفناهم هما يجوا نرحبوا بهم في بلادنا، لكن اليوم في ظل الجائحة كانت ندوة سمعية بصرية. مام سيون ما عدناش الكورونا، لازم نكون على الطلاع باش تطور نفسك، طالع على قاع ثقافات المطبخ الإيطالي، المطبخ الإسباني، المطبخ اللاتيني. مام احنا اللي شاف نتعلموا دايما من جوجل ولي ريزو سوسيو، دونك مام هاد الفيديو كونفيرنس استفدنا منها مليح. محاضرة عن طريق الفيديو حول المطبخ الكولومبي استمع إليها طلبة هذه المدرسة، تجعلهم يواصلون تكويناتهم في ميدان الخدمات السياحية في انتظار عودة المياه إلى مجاريها. في إطار الظرف الوبائي الحالي تواصل المدرسة تعليمها عن طريق اللجوء إلى تقنيات الفيزيو كونفيرنس التي تسمح لنا بالتواصل مع متدخلين داخل وخارج البلاد، لا يمكنهم التنقل ولكن يواصلون تدريباتهم وتعليماتهم لمتربصينا. إن تجربة التعليم عن بعد لا تقلل من قيمة التعليم ولا من جودته ولا نوعيته، بل هي تسمح بتخفيض تكاليف التعليم وتكاليف اللجوء إلى متدخلين أجانب. تراهن الدولة على الاستثمار في الميدان السياحي والخدماتي مستقبلا، وهو ميدان يحتاج إلى إطار بشري مكون بشكل جيد لدعم الخدمة السياحية المتميزة. وبهدف بحث سبل إنعاش السياحة الصحراوية بمنطقة تاسيلي النجر، نظم بمدينة جنات لقاء جمع أعضاء لجنة السياحة الثقافية والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني بمهني قطاع السياحة والصناعات التقليدية بالولاية. إبراهيم بالخير. التصيلي نجر أكبر حاضرة في العالم، وبشهادة الجميع فإنها تسحر كل من زارها. سحر يتجلى في كل شبر من هذه الصحراء الشاسعة والتي توحي لك بأنك في عالم آخر. وللحفاظ على هذا الموروث وإنعاش السياحة الصحراوية، نظمه بمدينة جانيت لقاء جمع وفد برلماني بمهني القطاع للخروج بورقة طريق جديدة للنهوض بالسياحة الصحراوية. تسهيل عملية النقل من الخارج إلى الداخل مثل ما كان معمول به في الماضي، يعني بكري كانوا يجونا الوفول يدير باريس جانيت تمن غاسل، بعد يدير وكاين اللي يدير فرانكفورت جانيت تمن غاسل. مدينة جانيت اللي معروفة عالميا كل شيء متوفر، بقى غير التدعيم نتاعو. التدعيم بالنسبة طبعا بالنسبة لكسم الجمعيات طالبين تدعم من جهة المقرات، من جهة التدعيم المالي. اللقاء تطرق أيضا إلى التحفيزات الأخيرة التي وضعتها الدولة للمستثمرين بمناطق أقصى جنوب الوطن. قطاع السياحة هو قطاع حيوي استراتيجي بديل عن المحروقات، وهذه الأشياء كان اختتمت بلقاء مع الوكالات السياحية والفاعلين في القطاع اللي رفعنا انشغالات مسمعنا لهم بكل يعني رياحية، وكانوا عبروا على عدة أشياء، عدة نقائص اللي راح نرفعوها بكل يعني بكل مصداقية راح نوصلوها للجهات المعنية. وهذه فرصة لنا خاصة في وجود البرلمان ومصالح وزارة الخارجية لكي نجيب على مختلف الانشغالات والتي سوف ترفع إلى الوزارة الوصية إن شاء الله. يقول المثل أن الأزمة تلد الهمة، فربما تهاوي أسعار النفط سينجم عنه تصاعد كبير لأسهم السياحة الصحراوية. وضمن حملاتها التحسيسية الوطنية بمخاطر التسربات الغازية، أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية بولاية تيارت حقافلة توعوية بالتنسيق مع المصالح التجارية ومؤسسة نفطال لإرشاد المواطنين بكيفية استعمال الغاز
بشكل آمن. محمد نور الدين، جسمية. في هذا الفضاء العام بوسط مدينة تيارت، اختار أعوان الحماية المدنية بالتنسيق مع عدة هيئات في إطار قافلة وطنية التواصل مع المواطنين لتحسيسهم بالأخطار المميتة لسوء استعمال وسائل التدفئة. احنا فاني رانا شوية نستزهاو، نعطو مثال في الجعب هذوك تاع البوان، لازم الإنسان كل عام يبدل يكونترولي خطرة وخطرة على خطرة يطل، باسكو هذا صعب والسنين توالى راه داير الحالة فينا. ما الغلطة هذه من الميزان قاس كان يضيع وأنا ما على باليش بيه، بصح واعيتنا لازم نديرو احتياطة توعنا. هناك من يملك ربما مدفأة أو الزجاج مكسر لا يدرك الخطر اللي راح يحدق به، لهذا نعمل بالتحسيس والتقرب من المواطن لإعطائه المقاييس نقطة بنقطة باه نتفادوا هذه الظاهرة السلبية. من 1 جانفي إلى حد الساعة سجلنا 28 قتيل من بينهم 7 عائلات التي طويت دفتر العائلي تماما، إضافة إلى هذا تم إنقاذ 513 من موت أكيد. الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة تثبيت الكاشف يساهم بالتأكيد في تفادي حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون. كتبي على هان بوال وتقول له شري معه الآخر، يقول لك ستار ربي وديك ديكتير مفيد، كاش كيضرب ريح ولا حاجة ولا ثاني أكسيد الكربون يصوني ينبه المواطن. نعرف باللي زعما كي تربد الغاز في الدار ولا يصوني، ونقولوا للناس باللي تحرز روحها من هذا الغاز خاص صعب بزاف. ابتداء من شهر نوفمبر يكون هناك اقتناء جهاز التدفئه بوجود جهاز كاشف غاز احادي الكربون. قمنا بمراقبه هذا التجار وسمنا هذا الجهاز مصاحب مع اجهزه التدفئه. استعمال غاز البوتان خارج القواعد الوقائيه يشكل هو الاخر تهديدا وخطرا مستمرا. في ذاكرتنا التاريخية المجيدة واحتفاء بالذكرى 66 لاستشهاد البطل الرمز ديدوش مراد، أشرف الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق على افتتاح ندوة تاريخية بعنوان دور الشهيد الرمز ديدوش مراد في التحضير وتفجير الثورة التحريرية بالشمال القسنطيني. آمنة بعدوش. برفع العلم الوطني ووضع أكاليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على روح الشهيد البطل ديدوش مراد، وهذا بالنصب التذكاري بوادي بكركر ببلدية زيغود يوسف، انطلقت احتفالات ذكرى استشهاد الرمز ديدوش مراد. ليفتتح الأمين العام ممثلا لوزير المجاهدين وذوي الحقوق الندوة التاريخية المقامة بالمناسبة بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة. ونحن اليوم إذ نحتفي بذكرى هذا الرمز الوطني الكبير وإخوانه الشهداء الأبرار، إنما نذكر برسالته من نوفمبرية حتى تظل خالدة في الأفئدة والنفوس، وليتعزز معها إدراك الأجيال والتي تتزامن أيضاً مع ذكرى 61 لإنشاء هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الثورة التحريرية. مداخلات لدكاترة وشهادات حية تستذكر المسيرة النضالية للشهيد المحنك. هي عبقرية كبيرة جدا في تفادي الملاحقات الأمنية بشكل رهيب جدا، نظرا لتغييره لبطاقات الهوية في كل مرة وأيضا لاستعماله لأسماء مستعارة متعددة. كما تم تكريم عائلة شهيد الرمز ديدوش مراد ومنح إصدارات تؤرخ للذاكرة الوطنية وضعتها وزارة المجاهدين تحت تصرف مكتبة بلدية قسنطينة. انتقل إلى رحمة الله الفنان محمد الرشيدي المدعو الشيخ الناموس عن عمر ناهز 100 عام بعد معاناة مع المرض. الفنان كان عازفا على آلة البانجو ضمن الفرقة الموسيقية للإذاعة الوطنية. بورتري للفنان الفقيد مع إيناس بدرة. 100 عام من الموسيقى، 100 عام من العطاء الفني الشعبي، 100 عام ومحمد رشيدي المعروف بشيخ الناموس يبدع كعازف على آلة البونجو. بدأ بالعزف عليها في سن 20 بالقصبة،
صادفت لقاءاته العديد من شيوخ الأغنية الشعبية كالعنقة، الذي منحه فرصة اعتبرها الثمينة في حياته ليعرف بهذه الآلة كعازف موسيقي محترف. اندمج الشيخ الناموس في أوركسترا الموسيقى القبائلية، وتعرف من خلالها على العديد من أعمدة الموسيقى القبائلية كسليمان عازم وموحى الصغير، لينصب بالإذاعة الجزائرية. استمر مساره الفني بعد الاستقلال، رافق المشاهير وانفرد بعزفه على آلة البونجو مغايرا للمعايير الكلاسيكية المعتادة. انطفأت اليوم شمعة شيخ الناموس، غادرنا اليوم بعد 100 سنة من الموسيقى المختلفة، تاركا خلفه ذكراه التي لا تنسى. رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا، حالة استنفار غير مسبوقة تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية تحسبا لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن غدا الأربعاء، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف مسلحة. إيمان بالمولود عمرش. إجراءات استثنائية وتأهب أمني غير مسبوق عشية تنصيب الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن. الألاف من عناصر قوة الأمن الأمريكية يتمركزون في محيط العاصمة واشنطن تحسباً لأي تجاوزات أمنية على بعد أميال فقط من المداخل المؤدية إلى مقر الكونغرس والساحة الكبرى التي شهدت أعمال عنف خلال الأيام الماضية. مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر من وقوع مظاهرات مسلحة خطيرة من جانب أنصار الرئيس المنتهي ولاية دونالد ترامب في جميع الولايات. من جهته نشد جو بايدن المواطنين الأمريكيين تفادي السفر إلى العاصمة لحضور حفل التنصيب، حرصا على تفشي وباء كورونا بين الحشود والاكتفاء بمتابعة حفل التنصيب عبر شاشات التلفزيون. ترامب الذي عزل مرتين يواجه الآن محاكمة في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد المرتبطة باقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره، يعتبر أول رئيس يحاكم أمام الكونغرس. تحول خطير تشهده الولايات المتحدة الأمريكية وزعزعة استقرار لم يشهد لها مثيل منذ عقود، كشفت أكثر من أي وقت مضى الصراع الموجود بين مختلف مكونات المجتمع والتي تتأسس على قدر من عدم الثقة التي يصعب تداركها مستقبلاً. بعد أن لاح بصيص أمل في الأفق وتنفست البشرية سعداء عقب اكتشاف عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، ظهرت تحديات جديدة حول طرق توزيعه، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم على أعتاب فشل أخلاقي كارثي بسبب التوزيع غير العادل للقاحات. ملك الزحقي. في سباقات العالم مع التحديات التي يفرضها فيروس كورونا في كل مرة على البشرية، يأتي اليوم التحدي الجديد بعد إيجاد اللقاحات لتبدأ عمليات التلقيح العالمية، ويبدأ معها الجدل حول طرق وإمكانيات توزيعه. منظمة الصحة العالمية وعلى لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم حذرت من وقوف العالم على شفير إخفاق أخلاقي كارثي إن تركت الدول الغنية نظيرتها من الدول الأكثر فقرا تعاني من نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تستحوذ هي على حصة الأسد منها. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لم يتوانى عن مهاجمة مصنعي اللقاحات الذين يتجاهلون إمداد المنظمة ببيانات لقاحاتهم من أجل إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح عالميا، بينما يهرولون للحصول على موافقة الهيئات الناظمة في الدول الغنية. تيدروس أدهانوم أكد أيضا أن الوعود بوصول متساو على مستوى العالم إلى لقاحات فيروس كورونا المستجد تواجه مخاطر جدية، حيث أعطيت 39 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن إلى ما لا يقل عن 49 من الدول الأعلى دخلا، فيما تم تقديم 25 جرعة فقط للدول الأقل دخلا. وتزيد التخوفات من عواقب هذا الفشل الأخلاقي والذي سيدفع ثمنه شعوب الدول الأكثر فقرا في العالم بحسب منظمة الصحة العالمية.
وختام النشرة من ولاية خنشلة التي تحتضن أحد أهم الوجهات السياحية الحموية في بلادنا، حمام الصالحين المقصد السياحي الذي يعود بناؤه إلى نهاية القرن الأول للميلاد. جولة دون تأشيرة مع سهام رزوق. خنشلة أو ماسكولا كما أطلق عليها الرومان الذين استقروا بها، شواهدها اليوم لا تزال تصارع الزمن، كهذا الحمام الروماني أو أكوا فالفياني الذي بني في نهاية القرن الأول من الميلاد من قبل الفيلق الروماني. بعد قرابة 20 قرنا من الزمن لا يزال يحتفظ بطابعه الروماني، هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا. نجد الغرفة الدائرية وهي الغرفة الساخنة كالداريوم، وهي والتي جاءت على شكل دائري يتوسطها مسبح دائري، أما الغرفة الباردة وفريجيداريوم والتي جاءت على شكل مستطيل يتوسطها مسبح بطول 10 أمتار وبعرض 7 أمتار. المحطة الحموية تستأنف اليوم عملها تدريجياً بعد الغلق في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تمت إعادة تهيئة الأحواض المائية. الوكالة الوطنية لتنمية السياحة هي اللي قامت بإعادة تأهيل بحكم اختصاصها، وتم نزع كل الرواسب والمكدسات. دخلنا هنا اليوم والله العظيم إن شاء الله، وإن شاء الله يزورنا الزوار من كل الولايات إن شاء الله، ونحمد ربي على النعمة هذه وإن شاء الله نحافظوا عليها. منطقة حمام الصالحين قطب سياحي بامتياز، حيث تعززت المنطقة بعدة هياكل سياحية. الناس وافدين إلى ولاية خنشلة كانوا واجهوا عدة صعوبات في المبيت وغيره من ذلك. الفندق سوف يساعد بشكل كبير في توفير الراحة. استلمنا مؤسسة فندقية فيها كل مراحل يعني المنجزات في المخطط الوطني للتهيئة السياحية، لا سيما في جانب الترقوي والجانب الخدماتي خصوصا، وهي مؤسسة فندقية ذات 4 نجوم. خنشلة مقصد من المقاصد السياحية التي تكتنزها منطقة الأوراس الأشم. إلى التذكير بالعناوين. وزير الصحة يعرب عن ارتياحه لمجهودات البعثة الطبية الموفدة إلى نواكشوط للتكفل بمرضى كورونا، ويؤكد استعداد الجزائر لتقديم الدعم اللازم لموريتانيا في المجال الصحي. وكما تابعنا ردود فعل متباينة للمواطنين إزاء تقبل لقاح فيروس كورونا، ما يستدعي تكثيف الحملات التحسيسية حول أهمية التلقيح. تنمويا، قرى ومداشر آيت العزيز بالبويرة تستفيد من مشاريع قاعدية وربط أزيد من 400 مسكن بالغاز الطبيعي. إعادة تهيئة الأحواض الرومانية بحمام الصالحين ومرافق فندقية بخدمات نوعية تدعيما للسياحة الحموية بخنشلة. أشكر لكم المتابعة وإلى موعد لاحق بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.